أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء اليومي المتجدد. دائما نلتقي حضراتكم على كل خير وحلقة جديدة معكم مع الناس. حضراتكم عارفين طبعا واحد من المشكلات المهمة اللي بتواجه العالم الإسلامي بشكل شامل والأمة العربية بشكل خاص، مسألة تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني واحدة من القضايا التي فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة، وفي القلب من تجديد الخطاب الديني مسألة الخطابة، كون أن الخطابة واحدة من القنوات المهمة لتوصيل هذا التجديد المفترض في الخطاب الديني إلى جموع المسلمين. بشكل خاص في مسألة الخطابة نتحدث في حلقة الليلة، حيث تتبوأ الخطابة في التراث الإسلامي مكانة رفيعة وتمتلك في قلوب العرب والمسلمين تأثيرا لا يكاد يعادله غيره. لخطبة الجمعة على وجه التحديد من المكانة الدينية والاجتماعية ما لا يدانيه سواها من أنواع الخطابة. تمشيا مع تلك المكانة فإنه لابد للخطبة من غايات عليا تحاول الوصول إليها وأهداف نبيلة تسعى إلى تحقيقها، انطلاقا من أهمية حدث الخطبة في ذاته ومن ارتباطه بيوم الجمعة، ذلك اليوم الذي يعتبر بمثابة عيد أسبوعي للمسلمين. هذا اليوم أيضا الذي قضى الله عز وجل فيه على آدم، فخلق فيه آدم وفيه دخل آدم الجنة، وفيه أيضا تقوم الساعة، وفيه كما ورد في الأثر ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا واستجيب له. للخطبة تراكمات عبر تاريخنا الطويل، لها آداب وأحكام عديدة صارت بمثابة ميثاق شرف يدخل من يلتزم به في حيز الخطيب الجيد ومن يخرقه في حيز الخطيب السيء. للخطبة تحديدا خطبة الجمعة مكانة مميزة كما أشرنا منذ قليل، نتحدث في حلقة الليلة عن الخطبة وآدابها وأحكامها وتأثيرها في النفوس والقلوب وكيفية الوصول بها إلى تأثير الإيجابي على الفرد والمجتمع في حلقة خاصة جدا من برنامج معكم مع الناس. نتمنى أن نوفق إن شاء الله في أن نغطي هذا الموضوع من جميع جوانبه. قبل الوصول إلى هذه الفقرة الحوارية كالمعتاد، معنا جولة إخبارية سريعة نبدأها بمتابعة واحد من الأحداث المهمة أيضا التي فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة، هذا الحادث المأساوي، تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء. آخر الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، مصادر تؤكد تقرير الصندوق الأسود ينفي تعرض الطائرة الروسية لهجوم خارجي، حيث قالت مصادر من اللجنة الثلاثية المسؤولة عن عملية تفريغ الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء صباح السبت الماضي، إن اللجنة توصلت إلى عدد من الحقائق أهمها هو عدم وجود أي نوع من الاستغاثات من داخل الطائرة قبل سقوطها. وذكرت المصادر أن سبب سقوط الطائرة هو خلل ما حدث داخلها قبل سقوطها، وهو ما ينفي احتمالية سقوطها بصاروخ أو هجوم خارجي كما ادعت بعض المواقع القريبة من تنظيم داعش الإرهابي. للمزيد من المتابعة ورحب بضيفي سيادة اللواء محمد نجم الخبير الأمني، ضيف كريم معنا عبر الهاتف. أهلا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء محمد، أهلا بك يا فندم. أهلا بك حبيبي. أهلا. بداية، يعني في أي سياق ممكن تفهم يعني حرص بعض التنظيمات الإرهابية على ادعائها إسقاط الطائرة على النحو الذي تبعناه منذ قليل؟ أنا بس في البداية عايز الشعب الروسي الشقيق في مصابينه الحياة ومتوفينه، والحدث الحقيقة هزنا جميعا، حدث إنساني استهد له المشاعر دي، نمرة واحد. نمرة اتنين، روسيا الآن تربطنا بها علاقة وطيدة، وهي دعم وسند لمصر والقضية العربية في المرحلة الحالية، في ظل وجود قطب واحد على الساحة وهو الأمريكان. الحقيقة نظرا للعلاقة المتميزة ما بين مصر وروسيا الآن وما تقوم به روسيا من دور في سوريا، دفع بعض المنظمات الإرهابية وأجهزة الإعلام الأجنبية التي تريد أن تشوشر على مصر وعلى الروس وعلى الشعب على روسيا، أولا لمحاولة الإيقاع ما بين مصر وروسيا، الإيحاء بأن
الطائره تعرضت لحادث ارهابي واحراج مصر امام العالم من ناحيه انها مش قادره تسيطر على اجواءها او ارضها. الحقيقه من الناحيه العمليه زي ما حضرتك تفضلت في الخبر انه يستحيل ان الطياره على بعد على مسافه على ارتفاع 30,000 قدم يستحيل معها استخدام اي وسيله او اسقاطها بصاروخ الا اذا كان صاروخ من دوله او صاروخ عبر يعني صاروخ طالع من قاعده قاعده. لكن معظم الاسلحه المستخدمه مع الارهابيين هي اسلحه محموله على كتف يستحيل معها ان تكون الطياره قد تعرضت على الارهابي. لكن للوهله الاولى سياده اللي هو للوهله الاولى شكل حطام الطائره نفسه لا يوحي بانها اسقطت بصاروخ. طبعا لان طبعا معظم هيكل الطائره سليم. استباق الاحداث الحقيقه ما كانش ليه داعي، لكن طبعا دي اجهزه مورده وناس مورده وتنظيمات مورده وتعمل لمصالح اخرى هي ضرب المصالح الاقتصاديه. بس اعتقد انه حتى اثاره الموضوع على هذا النحو ربما يعني عندما تكشفت الحقائق ليه مردود ايجابي على مصر انه برضه برهن اكيد طبعا هو يعني نتمنى ان يتم التفريغ الكامل و يعني يطلع خبر رسمي بهذا يسلك صدور المصريين ويؤكد لمصر ان مصر قادره على حمايه اجواءها وحمايه عرضها من اي اعمال ارهابيه. عظيم، اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد نجم الخبير الامني. المحافظات تبدا اليوم في تحديد منافذ بيع السلع باسعار مخفضه تنفيذا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدات المحافظات اليوم تشكيل لجان لتحديد منافذ بيع السلع المخفضه او المخفض اسعارها تنفيذا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته امس في الندوه التثقيفيه ال20 التي نظمتها القوات المسلحه تحت عنوان اكتوبر الاراده والتحدي، وذلك بمناسبه الذكرى 42 لانتصارات اكتوبر المجيده. واكدت مصادر مطلعه ان المحافظات شكلت لجانا تضم قيادات من المحليات والشرطه والجيش لتحديد المنافذ لتغطيه معظم المناطق مع التركيز على المناطق الشعبيه. مهلة سنة للأفراد مالكي الأراضي السكنية بالمدن الجديدة للانتهاء من التنفيذ، حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على منح مهلة بدون مقابل لمدة عام بشرط سداد المستحقات المالية، وذلك لمالكي جميع قطع الأراضي السكنية المخصصة للأفراد فيلات أو عمارات بالمدن الجديدة التي انتهت المدد المحددة لتنفيذها ولم يتم الانتهاء من إنجاز كامل المنشأ عليها. التنمية المحلية حصر المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات لتذليل أي عقبات، حيث طلب دكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية جميع المحافظين بحصر جميع المشروعات التي يجري تنفيذها في قرى ومراكز ومدن كل محافظة. كما طالب بدر في بيان له اليوم أن يضم تقرير المحافظين عن المشروعات معدلات التنفيذ ومتابعة أي مشكلات أو عوائق تواجه بعضها لإمكانية تدخل متخذ القرار لحلها والقيام بالتغييرات المطلوبة لاستكمال المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. وصول جثمان المصري ضحية حادث الدهس في الكويت إلى مطار القاهرة. في التفاصيل، وصل إلى مطار القاهرة الدولي جثمان المصري أحمد فرغلي ضحية مشاجرة في الكويت بين مصريين وكويتيين، وتم تشييع الجنازة بمسقط رأسه بأسيوط. كما أصيب في الحادث خلف محمد بكر وهو في حالة حرجة بقسم العناية المركزة بمستشفى مبارك، ومحمد إبراهيم عبد الغني نصر الدين الذي أجريت له الفحوصات اللازمة واستقرت حالته الصحية. للمزيد من المتابعة أرحب بالأستاذ حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ حافظ. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. تقييم حضرتك لمجمل تطورات هذا الحادث، لأنه كثير من الآراء أثيرت حوله وربما هناك يعني لا أريد أقول بعض المزايدات من بعض الأطراف، لكن توصيف حضرتك لحقيقة هذا الحادث وفي أي سياق يمكن تفهمه من وجهة نظرك؟ شوف، دي طبعا مشاجرة بتتم، وإحنا عندنا مصريين كتير في الكويت بيشتغلوا، وبالتالي هم
السلطات تعاملهم كنفس معاملة الكويتيين. أنا طبعا شايف أن متابعة الحكومة المصرية القضية يعني متابعة جيدة، السفارة تحركت، المسؤول القانوني في القنصلية تحرك في متابعة للتحقيقات، ثم آخر معلومات أن التحقيقات انتهت بتوجيه التهمة بالقتل العمد للكويتي الذي ارتكب هذه الجريمة أو للكويتيين، وهذا بخلاف أن كانت التهمة في الأول مشاجرة، إنما الآن القتل العمد، وهذا صحيح وده تخيف قانوني صحيح، ويجعل الذين ارتكبوا هذه الجريمة يحصلون على العقاب المناسب لهم في محاكمة، وبالتالي لا يجب أن نعطيها أبعد من هذا، لأنه هذا حادث طبعا مؤلم ونغضب كثيرا عليه، لأنه انتهى بحياة شاب مصري، لكن استمرار السلطات في توجيه التهمة لهؤلاء المتهمين ثم محاكمة عاجلة لهم، أنا أعتقد أن ده يعطي إشارات إيجابية على وضع المصريين وحمايتهم من قبل السلطات الكويتية. فأنا أظن أن الحالة دي مع حالة الأردن وصورة تحرك المصريين بالذات السفارات والقنصليات، أنا أعتقد ده توجه إيجابي مهم لحماية المصريين في الخارج. تفاعل الدولة فندم مع يعني في مقدمتها وزارة الخارجية مع الحادث ده بينفي أي يعني مزايدات كما أشرت أو أي بعض الآراء بتضخم الحادث في سياق أنه كرامة المصري مستباحة في الخارج بشكل أو بآخر؟ لا، ما أقدرش أخدها كده، لأنه طبعا صح أنه ما حدث هو أن السلطات الكويتية وجهت التهمة لهؤلاء الشباب الكويتيين بارتكاب جرائم قتل عمد، السلطات المصرية تحركت، فلا لا أستطيع أن أنا أقول أن كرامة المصريين في خطر، بالعكس هو الصح أنه كرامة المصريين تحمى بسرعة التحرك من قبل وزارة الخارجية، من قبل السفارة والقنصلية، بألا يفلت المتهم أو المجرم من العقاب، وده اللي حصل في كل حالة، أنه السلطات أصرت على أن يأخذ القانون مجراه، وأنه في النهاية تنتهي الأمور إلى أنه من يخطئ في حق مصري يجب أن يحصل على عقابه، وهذا هو الأمر الذي نتمنى أن يستمر دائما من قبل السلطات المصرية. أشكرك شكرا جزيلا سيد حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. الإسكندرية تتجه نحو العالمية كعضو بالجامعات اليورو متوسطية، حيث أعلن دكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث انتخاب جامعة الإسكندرية كعضو بمجلس إدارة اتحاد الجامعات اليورو متوسطية يوني ميد لمدة 4 أعوام، وذلك لأول مرة منذ إنشائه في عام 1991. وأضاف أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الجامعات اليورو متوسطية عقد بالعاصمة الإيطالية روما، مؤكدا حرص جامعة الإسكندرية كعضو في الاتحاد على تشجيع التعاون من أجل مستقبل أفضل لكل الشعوب المحيطة بالبحر المتوسط. البترول تعلن بدء الانتاج في بئري غاز بالصحراء الغربية بمعدل 64 مليون قدم، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة بدر الدين للبترول نجحت في وضع بئر استكشافية جديدة بحقول الأبيض في الصحراء الغربية المصرية، نجحت في وضعها على المعدلات الانتاج بمعدلات تصل إلى حوالي 38 مليون قدم مكعب غاز و1000 برميل متكثفات يوميا، وذلك بعد انتهاء عمليات الحفر وربط البئر بتسهيلات الانتاج بمنطقة الأبيض. المهندس عماد حمدي رئيس الشركة أشار إلى أن وضع البئر الجديدة على الانتاج أدى إلى زيادة إجمالي انتاج الشركة من الغاز إلى أكثر من 500 مليون قدم مكعب يوميا. أخبرنا لسه بنواصل الجولة بتاعتها، لكن هنرجع بس أستأذنكم مرة تانية للخبر المهم المتعلق بجامعة اسكندرية، لأنه طبعا مؤشر جيد. معي عبر الهاتف دكتور هدى السعاتي مسؤولة ملف التعليم الجامعي بجامعة الاسكندرية بجريدة الشروق. أهلا بك دكتورة هدى. أهلا وسهلا. انتخاب أو يعني الاسكندرية بتتجه نحو العالمية كعضو بالجامعات اليورو متوسطية كما أشرنا في سياق الخبر، ما الذي يعني يمكن تفهمه من هذا الخبر والمردود الإيجابي الذي يعود على الإسكندرية؟ تمام. عموما احنا بنهنئ جامعة اسكندرية بانها تبقى عضو بالانتخاب في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأورو المتوسطية. يمكن عموما جامعة اسكندرية بتتجه إلى العالمية نحو وتضع العالمية نحو قمة الأهداف الاستراتيجية الخاصة بها على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى الشرق الأقصى. وجود الجامعة كعضو في الاتحاد ده بيشجع التعاون
من اجل المستقبل. هو اختيار الجامعه استاذه هدى لا ينفصل عن مدينه الاسكندريه، يعني اختيار اختيار الجامعه على هذا النحو لا ينفصل عن مدينه طبعا. الاسكندريه بشكل لا انا لا لا لان عموما جامعه الاسكندريه بعد ثوره 25 و30 يونيو تتجه نحو الديمقراطيه وتحقيق الامن والسلام والتنميه الشامله، بيبقى في شراكه بين جامعه اسكندريه وجميع المشاكل اللي بتخص اسكندريه، بيبقى في ربط بين الجامعه وبين الواقع. يمكن مشكله الاسكندريه وغرق الاسكندريه في الامطار الاحد الماضي، جامعه اسكندريه شكلت لجنه من كليه الهندسه لبحث اسباب هذه الازمه وبحث اسباب عدم تصريف المياه، بتعمل كثيرا من الاتفاقيات وكثيرا من البروتوكولات مع جامعات كوريا والجامعات الافريقيه خاصه في الصناعات النوويه، والصناعات النوويه مهمه. واعتقد انه ده دور اساسي لاي جامعه انها بتتفاعل مع المشكلات البيئيه المحيطه او المجتمع المحيطه. صحيح. وبعدين بتؤهل الطالب وفي نفس الوقت عضو هيئه التدريس، وبتخصص دورات تدريبيه وتشجع الطلاب على المساهمه في الانشطه، وفي نفس الوقت بتتيح حريه التعبير السلمي اللي هو بيمسج بالطالب بامن الطالب وامن المنشات. عملت كثيرا من الانجازات الفتره الاخيره، بتسعى انها تبقى بتسعى الجامعه ان يعمل مبناها بالطاقه الشمسيه، وده ان شاء الله هيبقى في وقت قريب جدا هيعمل بالطاقه الشمسيه، بتقوم بزياده الطاقه الاستيعابيه للقدره الاستيعابيه للمستشفيات الجامعيه. يمكن دكتور جلهرام بيسعى ان هو يجعل المستشفيات الجامعيه موده دائما بالاشعه المقطعيه التي تزيد عن 3 مليون جنيه. يمكن في تصريح الدكتور ابراهيم مقرط عميد كليه الطب الاسكندريه كان للشروق امس، وكان خاص تصريحات للشروق ان في مركز لاول مره لزراعه الاعضاء وزراعه الكلى وزراعه الكبد باسعار مخفضه وعلى نفقه الدوله واسعار اقتصاديه. يمكن المركز ده مفتوح لجميع المحافظات وليس اهالي اسكندريه فقط. طيب هي نقطة ربما بتثار في سياق كلامنا مع حضرتك، وآسف بس لأن الوقت محدود، اختيار جامعة الإسكندرية أو احتلالها المكانة دي بيجعلها في مقدمة الجامعات المصرية ربما تتفوق على جامعة القاهرة؟ دون تعبير بتفوق او كده، كل جامعه بتسعى انها تخدم المجتمع اللي حول. جامعه الاسكندريه بتسعى انها تتعاون مع المجتمع السكندري، بتتعاون مع حل مشاكله. مشكله غرق الامطار يعني ساعت انها تعمل على طول تشكيل لجنه من كليه الهندسه بالتعاون مع المحافظه لحل هذه المشكله وحل كثيرا من المشاكل، ليست مشكله غرق الامطار فقط. ففي شراكه مجتمعيه بين الجامعه وبين المجتمع، بتعمل يعني كمان انشات مركز لتاهيل الطالب لسوق العمل، وده برضو بيؤكد ان الجامعه بتعمل فيه شراكه بين سوق العمل وبين الطالب. الطالب يعني مساله المقارنه دي ملهاش مكان، او انا ما بفضلش المقارنات، بس انا بقول على جامعتي الملف التعليمي الجامعي وجامعه اسكندريه، وانا خريجه جامعه اسكندريه. فانا يعني لا، هو شيء يسعدنا ان كل جامعات مصر تحتل المكانه دي، ونتمنى ان جامعه القاهره طبعا تحتل المكانه المتقدمه بين جامعات العالم. كل جامعات مصر ويعني فخورين بيها. اشكرك طبعا. اشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه هدى السعاتي مسؤوله ملف التعليم الجامعي بجامعه الاسكندريه في جريده الشروق. الخبر برضو اللي اشرنا ليه منذ قليل، مساله بدء الانتاج في بئري غاز في الصحراء الغربيه بمعدل 64 مليون قدم. للمزيد من المتابعه لهذا الموضوع ارحب بدكتور جمال القليوبي، استاذ هندسه البترول والطاقه بالجامعه الامريكيه. اهلا بك دكتور جمال. اهلا يا فندم. اهلا يا المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني البئرين اللي اشرنا ليهم ان هم خشوا خطوط الانتاج، لاي مدى يعني يمثلوا دعم يعني لثروه مصر او الاحتياط المصري او ما تحتاجه مصر من الغاز الطبيعي؟ وانت تعلم جيدا ان سياسه القياده السياسيه منذ اكثر من عام ونصف الان هو التركيز على كل الاستثمارات غير النمطيه التي تدعم الوصول الى احتياطيات من الغاز تكفي لحاجه الاستهلاك من مصر، وكان التركيز الاكبر على الاستثمارات غير النمطيه في كل من الحوض البحر المتوسط وايضا الصحراء الغربيه. طبقا للخريطه المصريه تعلم جيدا ان منطقه حوض البحر المتوسط هي تعتبر من ضمن المناطق الاستراتيجيه ذات الاحتياطيات العالميه طبقا لما لديها من ترتيبات وصخور رسوبيه لاكبر من منطقتين من الاحواض الترتيبيه الموجوده في العالم، وهو حوض دلتا نهر النيل المصري وحوض دلتا اريجا او بحر اريجا منسوب الى المنطقه في كل من قبرص واليونان وتركيا. الجزء اللي هو يمثل الحوض الترتيبي القوي جدا وهو حوض ترتيبي دلتا نهر النيل، هذا الحوض الترتيبي يمتد ما بين حوض ترتيبي البحر المتوسط
الى داخل الى الغرب المصري في اتجاه الصحراء الغربيه، مما يعطي للصحراء الغربيه نوع من منهجيه الكنوز البتروليه من الغاز والبترول الخام، حيث ان هذه المكامن لديها القدره في هذه المناطق على انتاج الزيت من المناطق الضحله في العمق ثم المناطق العميقه في الابار. يعني علميا نظريا منطقة الصحراء الغربية نتوقع أن فيها ثروات طبيعية على النحو ده بشكل أكبر مما هو متوقع أو بشكل مما هو حادث بشكل فعلي. تمام فهمت. ده صحيح يا دكتور؟ تمام فهمت. طبيعة الثروات دي بس قاصرة على الغاز الطبيعي ولا ممكن نتوقع وجود بترول أيضا بشكل كبير في الصحراء الغربية؟ لا، هو زي ما قلت لك إن إحنا عندنا النسبة الكبيرة جدا من إنتاج البترول الحالي دلوقتي في منطقة الصحراء الغربية، احنا بنصل الى اكثر من 60% من انتاج مصر من الزيت الخام، هو منطقه الصحراء الغربيه. الجزء القصير اللي هو 30% وهو نسبه من خليج السويس ومناطق المتكثفات الموجوده في منطقه البحر المتوسط ومنطقه دلتا النيل، وبالتالي لابد ان يكون هناك زي ما قلت لك الاستثمارات الغير نمطيه اللي احنا لقيناها في منطقه البحر الاحمر منطقه البحر المتوسط. استثمارات غير نمطيه بمعنى ايه؟ معنى ايه؟ انه شركات قطاع خاص مثلا تدخل بتسهيلات معينه في البحث والتنقيب؟ الاستثمارات الغير نمطيه هي الاستثمارات اللي انا بقول لك عليها بتعتمد على الدخول الى المناطق العميقه من البحر المتوسط، وهذه ليست بسهوله. ما دي مكلفه برضه يا دكتور. مش مكلفه ده يا دكتور؟ نعم. مكلفة بتحتاج يعني أموال ضخمة في مسألة البحث والتنقيب. تكلفة عالية، وأيضا تحتاج إلى بنية تحتية غير عادية، بمعنى أن هي بتبقى يتم استيرادها من الخارج. كمان أن التكنولوجيا بتاعت استخدام وربط هذه الأبار في أعماق عالية جدا ليها تكنولوجيا متقدمة جدا، يمكن احنا في مصر بدأناها في أحد المشروعين، ولكن أنا بتكلم عن المشروع اللي احنا بنتكلم عليه في القادم، هو مشروع دهر او منطقه امتياز الشروق. هذه المنطقه هي منطقه واعده ولها القدرات على المكامن التي تصل الى اكثر من 30 تريليون قدم مكعب غاز. قيس عليها ما حدث في الصحراء الغربيه وخاصه مكامن مناطق الخطبه التي تصل الى اعماق تصل اكثر من 15,000 قدم. هذه مكامن الغاز الطبيعي اللي احنا بنصنفه الغاز الجاف. الغاز المصاحب الجاف مع المتكثفات ده بيكون موجود بكثرة في مناطق البحر المتوسط، وبالتالي الدولة المصرية في خلال السنة ونص السابقة أدت إلى دعم القيادة السياسية لها من خلال المقابلات الرسمية المباشرة مع رؤساء الشركات التنفيذية للاستثمارات الموجودة في مصر، فأدى نوع من التشجيع لدى هذه الشركات. نقطة رقم 2، جزء كبير جدا من الديون على الشريك الأجنبي والأكثر من 60% تم دفعها للشريك الأجنبي، ما أعطى نوع من الثقة كان الدولة المصرية ملتزمة بكل ما لديها من اتفاقيات. النقطة رقم 3 هي ان الدولة المصرية مصرة على ان تكون الاستثمارات استثمارات غير نمطية، وان هذه الاستثمارات اما استثمارات في البحر المتوسط او استثمارات في الصحراء الغربية لزيادة انتاج مصر من الغاز ومن الزيت الخام. النقطة الاخيرة اللي انا عايز اقولها وهي ان حوجة مصر من الغاز الطبيعي اصبح اكثر من اللازم، وخاصة ان الدولة المصرية اخذت 3 نقاط احترازية من القيادة السياسية، هو استيراد الغاز المسال ودعم استيراد تكنولوجيا الغاز المسال من الخارج من خلال سفينة استقبال الغاز الموجودة في ميناء العين السخنة، وأيضا هناك تعاقد مباشر أيضا مع سفينة أخرى لدعم الدولة المصرية في استيراد الغاز المسال لحين الانتهاء من كل هذه الاستثمارات ومن البنية التحتية لها ومن عملية التطوير المتاحة لها. أشكرك شكرا. اتفضل يا فندم. اتفضل. النقطة رقم 2 لنقطة الاستراتيجيات، ان الدوله المصريه عملت على اعتقاد تنوع مصادر الطاقه، وبالتالي مصر الان لا تعتمد اعتماد مباشر على موضوع البترول والغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء. الان لدينا في خلال 3 سنوات القدره على انتاج الكهرباء بنسبه 33% من الطاقه الشمسيه والرياح. ايضا هناك الان البنيه التحتيه تم الانتهاء منها لمفاعل الضبع النووي الذي سوف يبدا البناء في خلال يناير 2016. هناك ايضا الفحم الحجري واستخدام الفحم المعالج ضد التلوث الذي يعطي نوع من القدره على استخدام الفحم. اشكرك على كل هذه المعلومات. اشكرك على كل هذه المعلومات، ومعذره لضيق الوقت دكتور جمال القليوبي استاذ هندسه البترول والطاقه بالجامعه الامريكيه. آخر ما لدينا من أخبار في هذه الجولة، الأرصاد تحذر من طقس سيء يومي الأربعاء والخميس القادمين.
حيث عرض دكتور وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى احتمال سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري. ونوه سعودي بأن الأمطار ستزداد غدا على مدن الإسكندرية، مرسى مطروح، شمال وجنوب سيناء، لتكون متوسطة على القاهرة والوجه البحري وتمتد لشمال الصعيد، وتبلغ موجة الطقس السيء ذروتها الأربعاء القادم، حيث تسقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وسيناء والقاهرة والوجه البحري حتى محافظات الصعيد والقنا. للمزيد معنا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. اهلا بك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. اهلا بك يا فندم. ما اشرنا ليه في سياق الخبر يا فندم، هل يعني طبيعه الامطار المتوقعه تكون شبيهه بما تعرضت له محافظات الاسكندريه مؤخرا، ام كيف تبدو الصوره بالنسبه لكم في الارصاد الجويه؟ هي فعلا حتكون حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، والتي هتبدا غربا غرب البلاد في السلوم ومطروح الاسكندريه، تبدا ان شاء الله من غدا اللي هو اعتبر اللي احنا بدانا فيه هو 3/11. هيكون في امطار غزيره على هذه المحافظات، ثم تمتد تدريجيا لتشمل محافظات الوجه البحري والقاهره وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وصعيد مصر، اعتبارا من يوم الاربعاء 4/11 لحد يوم الجمعه على الاقل، وبنوع الاقل لان الخرائط المتوفره لدينا الان حتى لحد يوم الجمعه، غدا ان شاء الله هتبدا خرائط يوم السبت تظهر، هنقدر نقول اذا كانت هتستمر معانا لحد يوم السبت ام هتكون نهايتها الجمعه. فالمتوقع ان بيحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بتراوح ما بين من 5 إلى 6 درجات، وايضا بيصاحب ذلك تقاصر السحب الممطره والرعديه على المناطق التي بتصل الى حد السيول في على سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. السيول دي شبيهه بما تعرضت له محافظات الاسكندريه يا فندم، ولا يعني امطار طبيعيه معتاده او السيول المعتاده؟ هي تبقى سيول على سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء، ولكن على اسكندريه بنوع العادي امطار شديده، لان هناك فرق ما بين السيل والامطار الشديده. اسكندريه ومطروح هذه المناطق ما نقدرش نقول اللي يحصل عليها سيول، لان الطبيعه الجغرافيه بتاعتها طبيعه ارض سهله، فبالتالي ما بيتكونش سيول، يعني السيل بيبقى فوق سلاسل الجبال ثم تبدا تنهمر المياه من اعلى الى اسفل، وهو ده اللي بنسميه السيل، ولكن طبيعه ارض اسكندريه بتبقى سهله. لكن حضرتك بتتوقع امطار غزيره على ان شاء الله؟ طب القاهره وضعها ايه في القاهره؟ هتبدا غدا خفيفه، ثم بعد غدا والخميس هتبقى امطار متوسطه، ولكن هتكون شديده على الوجه البحري وعلى السواحل الشماليه الغربيه، وهتكون تصل ان شاء الله الى حد سيول على الشماليه الشرقيه. بيكون في تواصل ما بين هيئه الارصاد يا دكتور ويعني بقيه محافظات الجمهوريه لشكل اشكال التنسيق طبعا، او خدوا استعداداتكم؟ او احنا طبعا احنا حضرتك الهيئه العامه للارصاد الجويه بتبعت اي تنبؤ او اي انذار او اي تحذير او اي بيان بتعمله بتبعته الى جميع المحافظات الجمهوريه وجميع الوزارات عن طريق يا اما اذا كان مديني ميل او فاكس او تليفون، يعني باي وسيله بوصل له هذه المعلومه في الوقت المناسب عشان يلحق يتخذ الاجراء المناسب. تمام. نقطه اخيره، مساله الملاحه تتاثر بالاحوال الجويه ديت ولا الملاحه؟ اكيد طبعا. الملاحه في كل من البحرين الاحمر والابيض مضطربه، وذلك بسبب نشاط الرياح الملحوظ. بالنسبه لمطار القاهره ده بيبقى قرار هيئه الميناء الجوي، انها يعني اذا كان في مشاكل في طيران من عدمه، ولا حضراتكم ممكن تقولوا انه يعني يحظر الطيران او يفضل عدم الطيران؟ لا هو حضرتك بالنسبه لي سواء الملاحه الجويه او البحريه، الارصاد بتطلع البيان فقط، والجهات المختصه هي اللي بتتخذ صاحبه القرار في اذا كانت تستمر او لا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. انتهت الجوله الاخباريه السريعه، بعد قليل نبدا معكم فقرتنا الحواريه والحديث عن الخطابه، ولعلنا نتحدث بشكل اكثر خصوصيه واكثر تحديدا عن خطبه الجمعه لما لها ايضا من دور مهم جدا في حياه المسلمين. بعد الفاصل نلتقي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. الخطابة كانت ولا تزال وستبقى أفقا واسعا للتأثير مارسها الأنبياء والمرسلون والصالحون والمصلحون في كل وقت وحين. استخدمها القادة أحيانا لتحميس الجنود في ميادين القتال، وهي أيضا وسيلة الدعاء في التربية والإرشاد وتقويم معوجة في الأفراد والمجتمعات والساسة والحكام لتحقيق أهدافهم. وبين أنواع الخطابة المختلفة تحظى خطبة الجمعة بمقام رفيع يبدأ من المنبر الذي يقف عليه الخطيب مرتفعا عن سامعيه، ويستمر مع قدرته على بسط الفكرة وتيسيرها وصولا إلى غايته. ورغم تاريخها الطويل ومكانتها الرفيعة، فقد شهدت السنوات الأخيرة اضطرابا شديدا في أحوال الخطابة والخطباء، فدخل مجالها بعض غير المؤهلين لها، واعتلى المنابر من لا يمتلك رصيدا كافيا من العلم والدراية بأحوال الدين والدنيا، حتى صارت أغلب الخطب مجرد طقس روتيني يتمنى سامعوه أن تنتهي. حول تاريخ خطبة الجمعة في بلادنا وما وصل إليه حاضرها، وكذلك دورها المجتمعي المهم وكيفية العودة بها إلى سابق عهدها من التأثير الإيجابي في من توجه إليهم، تدور هذه الحلقة معكم مع الناس. أرحب بضيفي الكريمين للحديث في هذا الموضوع، فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي إمام مسجد النور بالعباسية. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. أرحب أيضا بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان. أهلا بكم دكتور رشدي. مرحبا بكم. نبدأ معك يا دكتور رشدي من حيث القراءة المبدئية للخطبة بشكل عام أو الخطابة بشكل عام وخطبة الجمعة، أهميتها وقيمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسل الله أجمعين. بادئ ذي بدء لا طريق إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، والعلم بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، وهي للنفاق كفاء ومع العصيان سواء، والإخلاص بغير تحقيق هباء. من هذا المنطلق لابد وأن نوضح في هذه الحلقة الجميلة وهذا الموضوع الجميل الذي لن تكفيه حلقة أو حلقات، لابد من القائمين على شأن هذا البرنامج إتاحة الفرصة واستضافة المتخصصين في شتى المجالات، حتى نصل إلى توصيات يمكن رفعها إلى وزارة الأوقاف على أساس أنها القائمة على شؤون المنابر، حتى تعود لخطبة الجمعة مكانتها الكبيرة. ونستطيع مرة أخرى، لأنني قلت هذا الكلام أكثر من مرة، أنني وأنا على المنبر أريد زباين. حضرتك مارس الخطابة من الكرة بتاخد من الزباين. حضرتك بتمارس الخطابة؟ نعم، على المنبر من فترة. نعم. طويلة جدا. نعم. حتى اليوم من مرحلة الثانوي الكرة بتاخد من الزباين، وأيضا السينما بتاخد من الزباين، فأنا لابد وأن يكون بيني وبين المصلين مودة ورحمة تجعل هناك وسائل جذب لهؤلاء المصلين، لدرجة وصلت الآن أن المصلين يأتون إلى المسجد قبل الخطبة بموعد بسيط. ده بسبب الخطيب؟ بسبب الخطيب أو عدد بسيط. اللي أنا عاوز أبدأ به الحلقة، وربما أتحدث بالعامية أحيانا حتى يعلم الجميع، هل الخطابة حرفة أم مهنة؟ إذا أردنا الإجابة عن هذا السؤال يحترفها الإمام ولا مصدر دخل له غيرها، ومخلص لها ويذاكر ويجتهد ويحصل العلم من أجل تطوير هذه المهنة، مرحبا بذلك. أم أنها مهنة يتكسب منها؟ وعندما اتصلت بي وعندما شاركنا أيام الحديث عن الأذان الموحد، قلت أن هذا ترفيه لا داعي له، وقوموا بتوجيه هذه المبالغ للأئمة
كادر الأئمة الآن لم يرى النور حتى الآن. طيب انت حضرتك يعني حديثك رائع وسبقتني في معظم النقاط. لا انا بفتح مواضيع سنتحدث عنها جميعا ان شاء الله لاحقا، ولكن عشان فضيلة شيخي يشاركنا الحديث التمهيدي تمهيدي مرحبا به واهلا لكن نريد الاحتراف. عظيم، ما ده نقطة مهمة جدا في سياق الحلقة سنصل اليها لاحقا. لكن فضيلة شيخ، من حيث المبدأ يعني قيمة وأهمية خطبة الجمعة تحديدا والخطابة بشكل عام في مجال الدعوة إلى دين الله. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، كما ذكرت حضرتك، اكتفاء لأثر أنبياء الله تبارك وتعالى، واكتفاء لأثر التابعين أو لأثر الصحابة ثم التابعين من بعدهم، خطبة الجمعة تحتوي على البلاغ والبيان، وهذه وظيفة نبي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان له وظيفتين، الوظيفة الأولى هي البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الوظيفة الثانية هي البيان، فإذا بلغ النبي فإن هذا البلاغ يحتاج إلى بيان. والفكر التكفيري الذي ضرب في أوصال هذا المجتمع نما بسبب عدم البيان، أو البيان المعكوس المنكوس المشوش. فخطبة الجمعة حضرتك لها أو تميزت عن غيرها من الخطابة بميزات كثيرة. أول ميزة من هذه الميزات أنها في يوم مقدس، في يوم عيد كما نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني حضرتك، لن تجد أبدا مؤتمرا من المؤتمرات ولا محاضرة من المحاضرات الذي يتكلم كما قال عليه الصلاة والسلام، من قال لأخيه والإمام يخطب صهن أو أسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن هذا مكان مقدس في وقت مقدس، بل قصرت الصلاة من أجل خطبة الجمعة، وربنا عز وجل سمى خطبة الجمعة بالذكر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله عز وجل هو خطبة الإمام. كذلك البعض ربما سمعت رأي يضع الخطبة في الصلاة، في منزلة الصلاة يعني. نعم، هي سئلت عائشة رضي الله عنها عن سبب لماذا قصرت خطبة الجمعة، قصر صلاة الظهر، لأجل خطبة الجمعة فهي تعدل صلاة ركعتين كما وضحت السيدة عائشة. هذا من هذا المنطلق حضرتك نجد أن خطبة الجمعة كما ذكر أستاذنا الدكتور محي الدين عبد الحليم أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، لما عملوا حضرتك استقراء واستبيان وجدوا أن خطبة الجمعة تأثر في 79% من المجتمع المصري. هذا الاستقراء في مصر عندنا عندي البحث 79%، وجد حضرتك أن 71% ممن يحضرون خطبة الجمعة إيجابيين، يطبقون كلام الإمام أو يخرجوا بنية تطبيق هذا الكلام. إذن لها تأثير كبير للغاية، من منطلق أن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الصحابة من مس الحصى فقد لغى، واحد بيلعب في السبحة أو بيلعب في الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. طب في السياق ده ممكن حد بيدخل للصلاة أو يدخل المسجد يقول السلام عليكم؟ لا لا يجوز. أو بيمد يده لمصافحة أخيه الجالس بجواره. ما عليه العلماء حضرتك أنه لا يجوز إلقاء السلام ولا رد السلام، ولا كمان رد عليه السلام، ولا رد السلام. بل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه أسكت فقد لغى. ولما تكلم العلماء عن رد السلام في مواطن قال ويكره بل يحرم رد السلام في خطبة الجمعة كما ذكر إمام الترمذي. أتمنى على الناس أن هو ينتبهوا لهذه المسألة. نعم، أتمنى على مشاهدين أن هم ينتبهوا لهذه المسألة. فما بالك حضرتك ببعض المصلين ربما يتكلم في الهاتف وربما يعني هكذا. المهم حضرتك لما نجد النبي عليه الصلاة والسلام جعل خطبة الجمعة من القداسة بمكان عظيم، منها كذلك الأمر أن خطبة الجمعة لا ينبغي على أي شخص أن يأتي متأخرا ثم يتخطى الرقاب. قال كعب الأحبار لأن أصلي في بيتي أفضل عندي من أن آتي متأخرا فأتخطى رقاب الناس. لا إله إلا الله. ولما صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وجد رجلا في آخر المسجد يتخطى الصفوف، قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، أو آنيت وآذيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت الناس، وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. أهمية خطبة الجمعة كذلك الأمر أنها لا يأتي الإنسان إليها إلا بثوب نظيف، قد غسل هذا الثوب بثوب نظيف وبجسد نظيف، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما
كما نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي متطيبا متعطرا كما قال عليه الصلاة والسلام أن يبكر ليبكر حتى يحجز مكانا له ولا يتخطى رقاب الناس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر وأتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام كما نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور طبعا تدعم فكرة أهمية خطبة الجمعة يا دكتور. نعم. نأتي إلى بعض الأمور تفصيلا متعلقة بها. عناصر أو أركان الخطبة السليمة أو التي تؤدي الغرض منها إذا كان لنا أن نبحث عن عناصرها. نعم. المكونة لها. هناك موضوع يحتاج إلى الحديث باستفاضة. أن وزارة الأوقاف تدخلت في اختيار عناوين الخطب. نعم. فهل هذا صحيح أم خطأ؟ هل يترك للإمام أن يتحدث في موضوع معين من خلال عدة خطب؟ يعني هناك عيوب ومزايا لتدخل الوزارة في تحديد عنوان الخطب. من المزايا أن يعلم الناس في وقت واحد موضوع واحد، لكن خطيب كما قال لي أحد الزملاء التجمع الخامس كيف يتحدث عن العشوائيات في مكان راقي أو غير ذلك؟ إذن تختلف هل أنا ستحدث عموما سواء كان التحديد من الوزارة أو مني أنا شخصي، لابد وأن تبدأ الخطبة بحمد الله سبحانه وتعالى وبالشهادتين. أنا معذرة لا أدخل في موضوع الخطبة بقدر بحثي عن العناصر المكونة لها. نعم. أريد هو الموضوع عبارة عن عناصر. لا يعني أقصد الخطيب، المسجد أو المكان المهيأ. تمام. وسيلة التواصل مع الناس، العناصر الأساسية المكونة لها، وبعد ذلك سأبحث مع حضرتك في مضمون الموضوع. نتحدث بلغة العصر في السوفت وير والهارد وير. عظيم. تمام. الأشياء المادية. تمام. والمعنوية. عظيم. تمام. المادية كما قلت لابد من الاهتمام بالمساجد، لابد من الاهتمام بالمنبر، لابد من الاهتمام بالميكروفون أو المايك اللي بتكلم فيه حتى تكون وسائل توصيل المعلومة. كل هذه كما عندنا في الجامعة وسائل توصيل المعلومة للطلاب، كذلك وسائل توصيل المعلومة إلى المصلين. وكنا قد ناقشنا في أحد البرامج هل من الممكن أن يستخدم الإمام الوسائل التوضيحية كأن يكون هناك خريطة معينة فيشير إلى مواقع كذا وكذا في الحج مثلا؟ ده مقبول شرعا؟ نعم. وقلنا يجوز شرعا، يعني إذا كان مثلا يتحدث عن هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الحج ومناسك الحج كما تشاهدون على الخريطة، على الخريطة كذا كذا، ده مقبول. لأن هناك حديث وأستاذنا يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح للصحابة وعلم بيده الشريفة في الأرض. نعم. بمثابة مجرى لخريطة أو غير ذلك. إذن الوسائل الحديث وكيفية استخدامه وإمكان استخدامه كل هذا جائز. لا غبار عليه طالما يدعم الرسالة أو نعم. يدعم الموضوع محل النقاش. أصل خطورة أخي الفاضل، خطورة الجمعة، أن القرآن الكريم قال وذكر وسمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه، فسميت الجمعة حتى لما بنيجي نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يفهم البعض أن الهدف من خلق الإنسان العباد. وآية أخرى في القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. هل خلقنا لعمارة الأرض بالزراعة والصناعة والتجارة أم خلقنا لكي نعبده؟ سورة الجمعة هي التي وضحت ذلك. نعم. إذا نودي فاسعوا، أدي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فإذا قضيت فانتشروا. إذا عملك خارج المسجد، في المتجر، في المزرعة، في المصنع، في كل مكان عبادة. نعم. طالما أنك تسمع، لأن الإنسان خلق من جسد وروح. نعم. لا يمكن أن يحيا الإنسان بالجسد فقط. طب أين موقع الخطيب من هذه العناصر؟ هل هو العنصر الأهم في هذه المنظومة؟ الخطيب أن منزلته تعلو كفة المنازل عند كل الناس. عندهم إمام المسجد هو القدوة، وهو الذي يحكم في المنازعات والجلسات العرفية، وهو المفتي الذي يرد على كافة السائلين. فمنزلة الإمام كانت وإن شاء الله ستظل، وخاصة عندنا في الريف، والآن في المدن
ما زال هو المرجع في كل شيء، لكن ربما أقولها بجرأة أن الوزارة لا تساعده. طيب واضح أنه عند حضرتك نقد ما لوزارة الأوقاف، سأتي إليه لاحقا. لكن فضيلة الشيخ الدكتور عادل، فيما يتعلق بالعناصر المكونة للخطبة، هل من عناصر أخرى تضيفها؟ هو بس لما أشار سيادتك بس رشدي؟ لفت نظري أستاذنا الدكتور رشدي لما يتكلم عن يعني بعض العيوب للخطبة الموحدة. هو مزايا الخطبة الموحدة أكثر من عيوبها، خاصة بعض الأفكار المتطرفة حدت من الفكر المتطرف. هذا الأمر الثاني حضرتك، أن وزارة الأوقاف لا تفرض على الإمام إلا العنوان فقط، ثم على الإمام أن ينسج على منواله كيف شاء، زي واحد بيدي واحد قطعة من القماش ثم يفصل كيف شاء بأي أسلوب شاء. لكن طالما حركة أثرت هذه النقطة، أنتم تستبقوا الأسئلة اللي عندي، لكن نعم. طالما أنتم أثرتوها، هو برضو عنده وجهة نظر وجيهة، فكرة نعم. أنه ممكن تديني العنوان الرئيسي لكن المكان اللي أنا موجود فيه يعني غير معني بالموضوع ده، ربما اهتماماته، ربما فكره مش وماذا محل، لو مش محل الموضوع بحث يعني. وماذا لو الموضوع احتاج إلى أكثر من خطبة؟ ماذا أفعل؟ أتحدث عن الصبر 10 خطب، نعم. عن الإخلاص 10 خطب. هو حضرتك وزارة الأوقاف بين الفين بين الفينة والأخرى حضرتك تأتي موضوع على سبيل المثال عن المخدرات، وموضوع آخر بعد فترة عن انحراف الشباب، فبعض المواضيع متداخلة متكاملة، نعم. بحيث حضرتك عندك أنت 52 خطبة في السنة، 52 خطبة في السنة يستطيع الإنسان أن يخرج من خلال هذه بمنظومة متكاملة، إذا كانت منظومة أخلاقية أو تربوية أو منظومة يستطيع أو تثقيفية، نعم. لكن هو برضو في نفس السياق، وحتى المثال اللي ضربه دكتور رشدي مثلا حي راقي، إيه أهمية أن أنا أذكره بمشكلة العشوائيات و يعني ما يعانيه الناس في العشوائيات، ربما هو عنده قضايا أخرى جديرة بالبحث. هكذا قال لي نعم. إمام خطيب في التجمع هذا الخامس هذا قال الناس طالعة زهقانة مني بتقول أنت بتكلمنا في إيه؟ هذا حضرتك دور الخطيب الألمعي اللبيب القريب الذكي، باستطاعته أن ينسج على عنوان الخطبة بما يتناسب مع هذا المجتمع. ربنا عز وجل لما تكلم في القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولا بد من ربط الخطبة بالواقع، ألا يكون الناس في واد والمجتمع بمشاكله في واد آخر. لكن تعتقد يا فضيلة الشيخ أن احنا نعم. عندنا هذا الخطيب الألمعي والله حضرتك كثير يعني موجودين؟ يعني أمة الإسلام فيهم الخير إلى يوم القيامة، وعندنا خطباء الشباب كثير حضرتك يستطيع أن هو يخرج من هذه الخطبة، حتى لو خطب في أوروبا حضرتك يعني ليس في التجمع الخامس فقط، بل لو خطب في أي مكان يستطيع أن هو قدرته على تطويع العنوان الذي نعم قدرته على تطويع العنوان للجمهور المتلقي، يستطيع أن يطوع هذا العنوان الذي من خلال وزارة الأوقاف، أن يطوع هذا العنوان باستطاعته أن يستنهض هؤلاء رجال الأعمال وأصحاب الأموال بالنهوض بالعشوائيات. صحيح. ليس يكلم هؤلاء أنهم عندهم عشوائيات، وإنما يتكلم عن قضاء حوائج الناس. عظيم. باستطاعة الخطيب أنه بدل ما يتكلم عن العشوائيات هو عنوان على العشوائيات. طيب ده برضو يعني رجعني تاني للسؤال اللي هو حضرتك استبقته، فكرة العناصر المكونة للخطبة، نعم. وموقع الخطيب من هذه العناصر، هل هو العنصر الأهم في هذه المنظومة؟ نعم، هو أهم شيء حضرتك موقع الخطيب، ولذلك حضرتك لن نرتقي بالخطاب الديني إلا إذا ارتقينا أولا بالداعية، وليس هناك تجديد الخطاب الديني إلا إذا جددنا ثقافة الداعية. من خلال تجديد ثقافة الداعية تستطيع حضرتك أنك تغير المياه الراكدة. الخطابة عبارة عن خطيب، والخطيب عبارة عن ثقافة، والثقافة هذه تحتاج إلى تجديد. يعني كثير من الخطباء حضرتك عنده ركود، وهذا الركود حضرتك الذي أصاب الأمة الإسلامية بعد أن أصاب الأزهر حضرتك، سببه حضرتك لما تتكلم عن قراءة الإمام حاليا، أنا ببحث حضرتك وجدت أنه علماء الأمة قاطبة أقل واحد كان يقرأ منهم 8 ساعات. الروائي الكبير اللي هو حضرتك اللي هو العقاد كان يقرأ 10 ساعات يوميا، أو لما تسمع حضرتك عن أنيس منصور أنه كان يقرأ 16 ساعة يوميا، مؤلفاته بلغت 106 مؤلف، كان يقرأ 16 ساعة في اليوم. الشيخ محمد الغزالي كان عدد قراءاته لا تقل عن 8 ساعات. طب الداعية دلوقتي هات أي داعية أو إلا من رحم ربك،
تجد عدد ساعات القراءة قلت تقلصت لو قرأ 4 ساعات. احنا حضرتك وزارة الأوقاف فرضت لينا 8 ساعات، 8 ساعات من صلاة العصر إلى على سبيل المثال إلى صلاة العشاء. ينبغي على الداعية أو الخطيب في هذه الآونة أن يعمل كما يعمل أي شخص عمل الداعية تجديد نفسه والقراءة. بهذه الطريقة نستطيع أن نجعل العنصر الأول للخطابة هو الخطيب. والخطباء يفعلون ذلك؟ والله بعضهم والبعض الآخر في واد بسبب انشغاله بلقمة العيش وانشغاله بتحسين الحالة المادية وانشغاله بإيجار الشقة وانشغاله بأمور كثيرة. حضرتك هذا يعني أن الوزارة غير يعني غير موفرة للظروف الآدمية المادية الجيدة بالنسبة للداعية؟ هو نظر معالي الوزير في التوقيت الحالي إلى تحسين دخل الإمام، ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله. لكن هذه المشكلة فضيلة الشيخ، ولا المشكلة بتكمن أيضا أن احنا ما عندناش خطيب مؤهل من الأساس؟ يعني هو خريج لم يتم تأهيله على النحو الجيد. لا، موضوع التأهيل موجود. موضوع التأهيل لو انضاف هذا التأهيل حضرتك إلى موضوع الهواية فإن هذا الأمر يصل إلى منتهى. بس اسمح لي يعني. نعم. كثيرا تجد أو في بعض الأحيان بتجد يعني خطيب مخارج ألفاظه غير منضبطة، أداءه أو فن الإلقاء على المنبر غير ملائم تماما يعني جمهور الناس، لا تسمع منه غير الصراخ والصوت المرتفع. يعني مسألة تأهيله بحاجة لا نظر من قبل المعنيين في الدولة في هذه المسألة. هذا تحتاج قديما حضرتك لما دخلنا كلية الدعوة الإسلامية كان عندنا اختبار قبول، واختبار القبول بناء على أو بناء على هذا الاختبار يستطيع أن يجتاز هذا الاختبار. حضرتك موضوع اللغة العربية تشتكي عواد المنابر من الصراخ الذي ذكرته. نعم. وتشتكي من ضحالة الثقافة ومن اللغة العربية، وهذا أمر لا ننكره. نعم. فيحتاج أو تحتاج وزارة الأوقاف إلى النظر في مناهج الأزهر أو الأزهر نفسه، في النظر إلى هذه المناهج وإعادة صياغة هذه المناهج واختيار هؤلاء الذين هم صناع الفكر ورواد الثقافة كما بعض الكليات بتختار. أنا على كنت هذا قد اقترحت بعد إذن أستاذنا الفاضل كنت قد اقترحت منذ زمن طويل أن تكون كلية الدعوة من كليات القمة في جامعة الأزهر وتعادل كلية الشرطة، يدخلها الطالب يتقاضى راتبا من الفرقة الأولى ويسكن في المدينة الجامعية ويتدرب، ويوم أن يتخرج يعين في الوزارة، فهنا يكون عليها إقبال فنرتفع بالمجموع فنتخير من بين المتقدمين من هو مؤهل لهذه. موقع كلية الدعوة في جامعة الأزهر من كليات المتوسطة أو تأخذ من 50% وأقل. نعم، كليات يعني المتأخرة يعني جدا. نعم. ويدخلها مضطر وغير مؤهل، ثم تقوم وزارة الأوقاف بإعداد مسابقة يتقدم لها خريج الشريعة وأصول الدين والدعوة الإسلامية ودار العلوم ويتخير من بينهم. فلماذا ذلك؟ هناك كلية متخصصة أنفق عليها بكل حب. أحبذا لو جريت كمان اختبارات قبول قبل دخول الكلية ما هي لما تبقى الكلية مميزة وخريجها يعين في اليوم التالي، ولا بد أن يعاد النظر في مرتبات الأئمة أن يأخذوا مثل أي إنسان حتى يتفرغ. نسمع الآن عن إمام ممكن يركب توك توك، عن إمام اشتغل خياط بعد الظهر، عن إمام عندنا في الفلاحين كلهم يعملون في الحقل، كل واحد في غيطه في حقل. لا، هو مسألة تواجده في وسائل المواصلات العامة أو مشابه ممكن يكون أمر مقبول كونه. لا، أنا كل الناس، لكن مسألة أنه هو يعمل عمل آخر يقود توك توك. أنت تقصد أنه هو بيشتغل على توك توك لزيادة دخله من أجل لقمة العيش. لا، فكرة أنه المفروض أنه هو يتفرغ للدعوة. نعم. القراءة، أنا كإمام وخطيب أو أنا كخطيب بجانب عملي في الجامعة منذ ليلة الجمعة نذاكر حتى صعود المنبر، وكأنني أول مرة أصعد المنبر. له رهبة وله طريقة معينة، وبالتالي يحبك الجمهور. ما أود الحديث إليه وحتى لا يسرقنا الوقت ويستفيد المشاهد من مزايا الخطبة الموحدة، أننا في فترة من الفترات غلب على كثير من الأئمة الحديث عن شقين،
إما أن يعيش معنا مع الماضي كان عمر وكان أبو بكر وكان عثمان، وإما أن يعيش مع الغيبيات، وهذا كثير. هو ليس غيبيات، ليس غيبيات فقط، بل يعني تمتد إلى الخرافات أحيانا، إلى الخرافات أحيانا. الثعبان الأقرع وعذاب القبر، وتركنا الحاضر. هذا بالنسبة لعنوان الخطبة، قد يقول عن الماضي وقد يقول عن المستقبل الغيبيات، ويترك الحاضر ولا يتحدث عن قيمة العمل ومكانة العمل ومنزلة زيادة الإنتاج وفتح المصانع المغلقة، وأن العمل عبادة، وأن وأن وأن. ونقول للناس اليوم أن الفلاح الذي سينتج من حقله في القطن 10 قناطير أشد تقوى لله من اللي هينتج 9، والطالب اللي هيجيب امتياز في الجامعة أشد تقوى لله من اللي هيجيب جيد جدا، واللي هيجيب جيد جدا هيجيب أحسن من اللي هيجيب جيد. هذه هي المعلومات الخطيرة التي يجب أن تطلق ويفهمها الناس. بس المهم برضو كيفية إيصالها لجمهور المتلقين. هي لو وصلت بالشكل الفج المباشر ده ربما لا تؤتي يعني النتائج المرجوة. هي بحاجة برضو إلى حنكة وخبرة في مسألة ربطها بصيغة محببة لنفوس الناس. نعم، أود الحديث عن أنا هستأذن حضرتك في الخروج إلى فاصل، وواصل مع حضرتك. يبقى لدينا المزيد من الوقت للحديث في هذا الموضوع. فاصل مشاهدينا ونواصل الحديث عن الخطبة وخطبة الجمعة تحديدا. أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من حوار الليلة والحديث عن الخطابة وخطبة الجمعة. أذكركم بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي والأستاذ الدكتور رشدي شحاتة، ورحب بكما مجددا. مشاهدينا الكرام، ونحن في الفاصل أيضا يعني الحديث لا ينتهي مع ضيفي الكريمين، وربما أثير من جديد مسألة الدعم المادي أو ضرورة توفير رافد مادي قوي للخطيب والداعية يكفيه، يعني لا أريد ذل الحاجة أو أنه متطلبات الحياة خلال توصيف ربما يكون أخف شوية، راتب جيد أو دعم مادي شهري للخطيب والداعية بحيث أنه يتفرغ تماما لهذا العمل. لعل فضيلة الدكتور عادل أشار إلى أنه في شكل من أشكال التعليمات التي تأتي من وزارة الأوقاف على الخطيب والدعية أن يتفرغ لحوالي 8 ساعات يوميا للقراءة والاطلاع وتجديد زاده المعرفي والعلمي. هذه النقطة أثيرها مرة أخرى لأهميتها مع ضيفي الكريمين، وأعود إلى دكتور رشدي مرة أخرى في هذا السياق. أنت حضرتك شايف يعني المفروض يكون راتب الدعية كام بحيث أنه يكفيه ويتفرغ تماما لهذا العمل، ولا المسألة ملهاش سقف محدد؟ يا سيد الفاضل، الإمام والخطيب كما قلت له منزلة، وأنت قد بدأت اللقاء أن قدمه تعلو رؤوس الناس. نعم. ومن ثم لا يجوز ولا يليق بأجهزة الإعلام أن تظهر الشيخ أو الإمام بمظهر غير لائق، ولا بد من توجيه ذلك إلى القائمين على شؤون الأفلام والمسلسلات. فترة من الفترات كان محل استهزاء، وكان هذا الملبس الجميل الذي نحترمه ونقدره مسار سخرية. وبنسم لا بد، وأناشد وزير الأوقاف المحترم والهمام والذي يعمل بكل الطرق، وقد أعلن منذ أيام عن بدء العمل على تطبيق كادر الأطباء، كادر الدعاء، مثل الأطباء والصيادلة ومثل أساتذة الجامعة ومثل كل هؤلاء. لابد، لأنه يعول أسرة. يعني أنت حضرتك لديك نماذج ربما أوضحت أنه أحدهم مثلا بيعمل سائق توك توك أو ما شابه، ربما دي تكون حالة فردية يا دكتور. لا، حالة يعني عامة، لأن الألف يعني ونص أو الألفين كراتب لم تعد تكفي في ظل ارتفاع الأسعار. ومرتب الداعية 1500 لألفين لا يتعدى ذلك. وأتى لهم بوزير الأوقاف بمئتين من الجنيهات خلال الفترة اللي فاتت دي كزيادة. ما أود التأكيد عليه، حتى نصل إلى داعية عصري يتحدث بلغة العصر، يحتاج إلى كمبيوتر، يحتاج إلى الإنترنت،
حتى يدخل على موقع ديني في المكتبة الإسلامية أو غير ذلك أو المكتبة الشاملة ويأتي بالمعلومة. لأننا وده اللي أنا عاوز أكد عليه قوي 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 في مسألة تجديد الخطاب الديني، هناك مدرستان قديمتان قدم الزمان، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الرأي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة وهذا مولود سنة 80 هجري، ومدرسة أهل الحديث كان بتزعمها الإمام الشافعي رضي الله عنه وده مولود 150 هجري. الإمام أبو حنيفة كان يعمل العقل، فهو ولد وعاش يتاجر في السوق، والده كان تاجر حليب. فيعمل العقل بجوار النقل. أما الإمام الشافعي فكان يتمسك بالحديث ويقول أن الحديث الضعيف أفضل عندي من إعمال العقل. هنا في هذه الأيام نفس المدرستين قائمتان، مدرسة يتزعمها البعض وينادي بالجمود على الموجود والوعيد لكل جديد والصياح مع كل صباح أنه لن ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. المدرسة الثانية ضاقت في نفسها بماضيها وأنكرت حلوه ومره صحيحه وسقيمه وأخذت تتعجل اللحاق بالآخرين والسير وراءهم في كل واد سلكوه يقودها فيما تقول وتفعل فئة مبهورة بكل وافد وكل جديد. ولو استطاعت أن تجمع ماضيها بكل ما فيه ومن فيه وألقت به إلى غير رجعة في غياهب الصلاة. نعم. إحنا النهاردة محتاجين تجديد. نعم. في لغة الخطاب. نعم. لأن الأطفال النهاردة نعم. عندهم معلومات من خلال الفيسبوك وتويتر و تفوق المعلومات، لابد كما يقولون في عندنا في المحاماة والحاجات دي أن الشرطة تتطور طبقا لتطور المجرم. يعني المجرم مع الفارق يبتكر مع الفارق يبتكر طبعا. إحنا هنا كأئمة أو دعاة لابد وأن نتطور بتطور المجتمع. نعم. في الوسائل الحديث فلا بد وأن تكون معلوماتي حديث. نعم. أما مدرسة الجمود هذه ما تمشيش معان، ومدرسة الانغلاق على الماضي ما تمشيش معان، ومدرسة الانفتاح على الغرب بكل سلبياته وإيجابياته ما تمشيش معان. عايزين طريق وسط. طريق وسط. طيب. نعم. معي عبر الهاتف الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب الصحفي، وقبل أن أستمع طبعا لمداخلته الكريمة، لو حضراتكم حابين تشاركوا معنا بأي تواصل أو أسئلة لضيوفنا الكرام في سياق الموضوع محل النقاش الخطابة خطبة الجمعة، طبعا ده شيء يسعدنا جدا. أهلا بك أستاذ ممدوح. أهلا بحضرتك يا فندم. نتحدث عن أهمية خطبة الجمعة بشكل خاص والخطابة بشكل عام في سياق الدعوة الإسلامية، وأيضا في سياق يعني تفاعلنا مع مشكلاتنا الحياتية اليومية وما يعني يواجهه الناس من مشكلات في الوقت الحالي. برأيك يعني كيف تبدو حالة خطبة الجمعة أو تقييمك لها، وأهم عنصر مؤثر فيها من وجهة نظرك إيه هو؟ تحياتي لحضرتك والضيف الكريم. أنا للأسف دعيت للمشاركة من دقائق فقط، فاستمعت إلى ضيف كريم قبل مداخلتي مباشرة. ده دكتور رشدي شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ دكتور عادل المراغي إمام مسجد النور بالعباسية. أهلا وسهلا. أنا لي ورقة منشورة في وقت قريب نسبيا متصلة بالخطاب الديني، ربما حاولت أن تمس ما هو خطوط عريضة متصل بخطبة الجمعة وبغيرها من أشكال إنتاج الخطاب الديني. نعم. تقديري أنه جزء أساسي في مشكلة الخطاب الديني في مصر الآن، إلى جانب الصراع الذي يبدو مزمنا بين مرجعيتين فكريتين إحداهما غربية وأخرى تمثل ثقافة هذا المكان وهويته، هناك مشكلة حقيقية وعميقة في نطاق الخطاب الديني. المدلول أصبح بالنسبة لكثيرين حتى ممن ينتجون هذا الخطاب أصبح غير واضح. نعم. بعض القضايا التي يمكن أن نعتبرها قضايا اجتماعية تحتاج إلى مرشد اجتماعي أو إلى إجابة قانونية أو إلى اجتهاد إنساني في مساحة المسكوت عنه شرعا ليس فيها حكم بالحل ولا بالحرمة أصبح الخطاب الديني يعالجها. هذا التوسع الشديد في معنى الخطاب الديني أدى إلى أن تملأ هذه الفجوات والثغرات بأمور ذهب فيها بعض منتجي الخطاب الديني وبخاصة خطبة الجمعة إلى ربما الطابور الثالث أو الرابع أو الخامس من الأسماء في تاريخ الفقه الإسلامي والثقافة الإسلامية،
أصبح هناك بحث عن المعلومات وليس عن الرؤى، أصبح هناك إيغال في البحث عن القصص الغريبة ربما لأجل الوصول إلى أذن السامع وقلبه. الخطاب الديني أيضا يواجه معضلة أنه يقاتل في وسط ضجيج كبير جدا. مصر بلد مليئة بالضجيج، من أول الضجيج في الحياة اليومية إلى ضجيج الإعلام الذي أظن أنه ربما يكون غير مسبوق أو ليس له نظير في العالم كله. أنا لا أعرف منطقة في العالم يتعرض مواطنها لهذا الكم من الضخ في قنوات مفتوحة. نعم. يعني حتى في المجتمعات التي لديها إعلام كبير، الإعلام يشترى بالمال عبر الكيبل، لكن أن يجد نفسه المواطن العادي أمام هذا الكم الضخم من الضخ من فضائيات فنية واجتماعية ورياضية، من المؤكد أن هذا يستهلك قدرا كبيرا من طاقته الروحية، ويجعله عندما يكون داخل المسجد يوم الجمعة أقل رغبة وأقل استعدادا لأن يستفيد من هذه الدقائق القليلة التي يستمع فيها إلى موضوع ديني يفترض أن يعد جيدا وأن يقدم برشاقة وأن يربط بالواقع وأن يكون أبعد ما يكون عن التجاذبات السياسية أو إثارة الفتن والنعرات الاجتماعية. تقديري طيب أننا أصبحنا أنا هساعدك في السياق ده برضو أكد المعلومة خدناها من فضيلة الشيخ دكتور عادل مراغي أنه أكثر من 70% من الناس بيتأثروا بخطبة الجمعة رغم هذا الضجيج الإعلامي. تبقى أيضا خطبة الجمعة مؤثرة في شريحة كبيرة جدا من المجتمع. يقينا، وانا من المقتنعين وبناء على مؤشرات بعضها انطباعات وبعضها اقرب الى عمليات صبر حالات، يعني انه المسجد يمكن في ظل كل ما هو قائم من طغيان للاعلام الاجتماعي وللاعلام المرئي وانشغال حتى بوسائل الترفيه واللهو الاخرى يمكن ان يقوم بدور ايجابي كبير جدا، لانه لدينا في مصر شريحه واسعه من الناس تعتبر ان بصلتها يحددها الدين، سواء كان هذا الخطاب الديني الذي يتلقاه منتجا على شاشة أو منتجا على منبر مسجد أو غيره، وبالتالي خطبة الجمعة تظن رأس مال كبير مهدر مع تقدير التام لضيوفك في الاستوديو ولكل علمائنا، مهدر لأنه للأسف الشديد لا يتم الاعتناء بالمدخلات حتى نحصل على المخرجات بشكل جيد. طب أنا سريعا لو تكرمت أستاذ ممدوح، المهم أعرف رأيك في هذه المسألة أيضا، موقع الخطيب من النهوض بخطبة الجمعة. يعني قديما قالت العرب السلاح بحده وضاربه، نحن نحتاج الى خامه للاسف الشديد قلت في المجتمع المصري فقلت على المنابر. نعم. الشخص الذي يملك اللغه السليمه لديه مخارج الالفاظ السليمه حتى ينقل مع الرساله العلميه او الفقهيه او الدعويه التي ينقلها قدرا من الاحساس بمهابه المنبر الذي هو فيه خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان لم يكن منبر مسجد المدينه. نعم. ان يكون لدينا الشخص القادر على أن يقدم رسالته في بهاء جيد. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار بلال بن رباح بالاسم لكي يعلمه الأذان، رغم أن وحي الأذان نزل على غيره من الصحابة لأنه كان كما وصفه نديء الصوت. نحن في حاجة إلى الرجل نديء الصوت، وهذا جزء ليس شكليا في رسالة الواقف على المنبر. نحتاج إلى الرشاقة في اللغة، إلى صحة مخارج الألفاظ، إلى القدرة على الرقص بحياة الناس حتى لا يشعر رواد المسجد أنهم في وادي والإمام في وادي آخر. فكرتك وصلت ويعني أوجزت فأنجزت أستاذ ممدوح. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب الصحفي، سعود إليك حالا، ولكن لأنه حديث حضرتك وحديث دكتور رشدي فتح شهية مشاهدينا الكرام للتواصل معنا. معي عبر الهاتف أيضا فضيلة الشيخ أبو المعارف أحمد، وهو منسق مبادرة دعوة عصرية لتجديد الخطاب الديني، وهو أيضا أحد من يقومون بالخطابة. أهلا بك فضيلة الشيخ أبو المعارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برأيك فضيلة الشيخ يعني كيف يمكن النهوض بخطبة الجمعة بعدما أثير من آراء يعني من خلال ضيوفي الكرام ومن خلال أيضا الأستاذ ممدوح الشيخ منذ قليل، كيف يمكن النهوض بخطبة الجمعة لما لها من دور كبير جدا ومؤثر في مواجهة المشكلات التي تضرب بالأمة بشكل عام ولعل بمجتمعنا المصري بشكل خاص؟ طبعا برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام الموجودين في الاستوديو، تحياتي لكم جميعا وللساده المشاهدين. طبعا الموضوع تجديد الخطاب الديني موضوع يهم كل انسان او امام يعمل بالمجال الدعوي، بل بيهم دلوقتي المجتمع ككل، كل مؤسسات الدولة. اعتقد ان هي يعني استفاقت بعد ما حدث يعني من احداث او يعني امور حدثت في المجتمع من بعض التيارات المتشددة وبعض التيارات اللي كانت هتاخدنا الى نفق مظلم. دلوقتي كلنا بنتكلم في تجديد الخطاب الديني. هو ايه تجديد الخطاب الديني؟
إعادة رونق الخطاب من جديد لكي يقبله المستمع أو يقبله الجمهور. نعم. طبعا عشان إحنا نوصل خطابنا للجمهور لم يعد مقبولا أبدا إن إحنا نتكلم في خطاب نمطي تقليدي، لازم إن إحنا نجيب خطاب يواكب العصر اللي إحنا عايشين فيه، خطاب يعرف الواقع، يعرف النوازل الفقهية وينزلها على الواقع إنزال صحيح، بحيث إن كل نص من النصوص الإسلامية اللي موجودة عندنا في الشريعة الإسلامية إزاي ناخد النص ده ونخليه يواكب البيئة اللي احنا عايشين فيها والواقع اللي احنا عايشين فيه والزمان اللي احنا عايشين فيه. أهم حاجة دلوقتي إن احنا بنتكلم فيها، وده كانت مبادرة لينا كشباب دعاة في وزارة الأوقاف وتقدمنا بيها لمعالي وزير الأوقاف والسادة المسؤولين في وزارة الأوقاف وتبنوها، إن احنا نستخدم مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب. احنا شايفين دلوقتي إن الشباب كله عنده نهم لمواقع التواصل الاجتماعي، كله دلوقتي ما عادش حتى مهتم بالإعلام المرئي كمان بقدر الإعلام الجديد النيو ميديا والسوشيال ميديا. عشان كده احنا بقينا نبص للموضوع ده، بقينا نبص ازاي نوصل للشاب في المكان اللي هو بيحبه، المكان يعني اللي ده هو ملمح ده ملمح من وجهة نظر حضرتك في مسألة تجديد الخطاب الديني، ان انتوا تواكبوا مقتضيات العصر. فكرة مواقع التواصل الاجتماعي العلا هي الأعلى صوتا الآن، فأنت بتحاول تطوعها أنها تكون بمثابة المنبر. طبعا طبعا يعني لا ليس كافي طبعا المنبر، ده منبر الجمعة دلوقتي أصبح بيجي لك فئة معينة من المصلين اللي هم بيصلوا وراك في المسجد، لكن السوشيال ميديا بتبقى جامعة لكل الآراء وكل الطيارات وكل الأفكار. فوجب علينا كدعاة في وسط النهم الكثير للأفكار من الشباب والغبش الفكري اللي موجود ومنتشر وكل عرض السلع الفكرية اللي موجودة على السوشيال ميديا ديت، لازم احنا كمان كدعاة يبقى لينا دور في عرض الفكر المعتدل، الفكر الوسطي، الفكر اللي بيدعو الى السماحة ويسر دين الاسلام باسلوب برضه سهل وبسيط يقبله المتواصل معاك في خلال من خلال هذه المواقع. ايضا انشاء صفحات ان هي تتكلم باسم الدعوه العصريه، باسم شباب الدعاء. دلوقتي احنا بننزل حتى قصور الثقافه، بننزل انا في اسكندريه هنا اصبح موضوع الدعوه العصريه منتشر جدا. ليه بننزل قصور ثقافه؟ ما كناش بننزل حتت دي، بننزل مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي، بنروح مركز مثلا زي مركز الجزويت الثقافي. مركز الجزويت الثقافي ده يعني كان امام انه يروح هذا المركز عشان يخاطب فيه جمهور له فكر معين ونمط معين، ده ما كانش موجود. مكتبه اسكندريه اصبح لينا منابر كتيره جدا وكل الشباب فيها بيتواصل معانا باسلوب عصري، انك انت بتكلمه بلغته دلوقتي بلغه الشباب، ما عادش فيه اسلوب النمط التقليدي اللي هو الخطابه اللغه الجافه في الخطابه، لا اصبح الاسلوب فيه يسر ومرونه، وانتقل الحوار دلوقتي من انك بتتكلم من صيد واحد من جانب واحد والاخر بيقعد يستمعك الى اسلوب الحوار واسلوب المناقشه واسلوب التواصل الفعال. بنستخدم مهارات التنميه البشريه دلوقتي في التواصل مع الشباب، واخدين دورات كتير جدا في التنميه البشريه، اصبحنا بنحضر دورات في علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها عشان نوصل للداعيه العصري المتكامل اللي يقدر يخاطب الجمهور ويأثر فيه تأثير فعال وينقله من الحالة اللي هو متلقي فقط ويسمع بعد صلاة الجمعة خلاص الخطبة دخلت من أذن خرجت من الأذن الأخرى، إلى مستمع في أي مكان بيسمع خطاب ديني متكامل بيؤثر فيه هذا الخطاب ويبتدي يوجهه توجيه فعال لخدمة المجتمع ولبناء المجتمع بدل المردود. المردود حضرتك لمسته وفضلت شيخ، كان مردود جيد ولا كيف كانت النتيجة؟ والله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بادئين بداية جيدة جدا، وفي اهتمام كبير جدا من القيادات الدعوية في وزارة الأوقاف بموضوع تجديد الخطاب الديني، ودايما الحمد لله وشكر رب العالمين احنا كدعاء شباب كمان لما بننزل قصور الثقافة او مراكز الشباب او الجامعات او الأندية دلوقتي والله بيطلبونا بالاسم تاني. يعني انا لسه في تجربة هذا الاسبوع ان انا نزلت نادي قصر ثقافة الأباري واعطيت فيه ندوة في الشباب والعمل،
وكنت بتكلم ببساطة كده يا جماعة إن في كتير من الشباب بيتكلم عن فكرة المظلومية وهذه الفكرة بتدفع الشباب إلى الحقد على المجتمع وإنه عايز ينتقم من المجتمع. أنا مظلوم، أنا المجتمع ما بيخدمنيش، أنا المجتمع ما بيشغلنيش، في حين إن في فكرة حتى لعالم غربي اسمه ستيفن كوفي كان بيقول أنت المفروض أنت دايرة صغيرة وسط دايرة كبيرة اللي هو المجتمع، المجتمع بيضغط عليك وبيؤثر عليك، لو انت اهتميت بالمجتمع انت دايرتك هتفضل تصغر لحد ما تتلاشى، لو انت اهتميت بدايرتك الصغيره ديت وابتديت تنمي فيها وتكبر فيها انت دايرتك هتكبر والمجتمع كله هيرفع لك القبعه وهيبتدي يتعاون معاك. فابتديت ان انا ادخل الفكر الغربي كمان في الدعوه بس مش الفكر الاسلامي كمان، فابتدى الشباب يتاثر قوي بالفكره بتاعتي وينتقد من مرحله المظلوميه. الحكمه ضاله المؤمن بالظبط كده، وانه ينتقد من فكره المظلوميه. انا بشكرك بشكرك شكرا جزيلا. فكرة البناء المجتمع وده نعم. بيطلبونا تاني من المثال اللي حضرتك ضربته مثال معبر جدا، وطريقه معالجه حضرتك فيه طبعا رائعه كما اشرت. اشكرك شكرا جزيلا وسعداء بتواصل فضيلتك معنا. فضيله الشيخ ابو المعارف احمد منسق مبادره دعوه عصريه لتجديد الخطاب الديني. اعود اليك مباشره فضيله الشيخ الدكتور عادل مراغي. اولا انا عايز احسم مساله بس العائد المادي بالنسبه للشيخ وهرجع لها، بس المهم برضو عايز اسمع تعقيب حضرتك على ما اثاره فضيله الشيخ ابو المعارف، لانه لعله طرح بعض الافكار الجيده. هل هو ده الشكل اللي احنا عايزينه بالنسبة للدعاية العصري اذا صح التعبير؟ هذه هو طبعا وسائل دعوية حديثة، ولكن حضرتك ليه تعليق انه هو بيتكلم عن خطبة الجمعة تأتيها فئة معينة، وهذا الكلام غير صحيح، بل خطبة الجمعة لا تدانيها اي مؤتمر ولا اي محاضر ولا اي مكان. تجد حضرتك في المسجد الصغير والكبير، المرأة والرجل، الحزبي وغير الحزبي، تجد الليبرالي، تجد الاسلامي، تجد كل طائف المجتمع، كل فصائل المجتمع. فبالتالي خطبة الجمعة المكان الوحيد الذي يجمع شتات هذا المجتمع. هذا من ناحية. الناحية الثانية حضرتك بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، أي نعم نحتاج لتجديد الخطاب الديني بهذه الصورة. فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني في سياق الداعية، في سياق الداعي، سياق الفكر، هو لعله اشار لبعض الامور المهمه، فكره انه يعني هو بيتكلم عن الاسلوب فقط، يعني مش بالضروره ان هو يقف الخطيب والداعي على المنبر، ليس من الضرورة إنما نتكلم هناك وسائل أخرى ربما يعني كوسيلة اتصال. أنا قلت في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي لعلها مؤثرة بشكل قوي جدا في جموع الناس في هذا التوقيت. نعم تمام، خاصة في شريحة الشباب. نعم أتكلم حضرتك عن موقع خطبة الجمعة تجديد الفكر. اتفقنا مبدئيا أن خطبة الجمعة تؤثر في أكثر من 70%. نعم. طب هذا التأثير كيف يؤتي هذه الثمرة المرجوة؟ عندنا حضرتك خلل في منظومة الفكر، وهذا الخلل حضرتك لما فهمنا العبادة في الإسلام عبارة عن طقوس، صلاة وصوم وحج وعمرة وما شكل ذلك من هذه، هذا جزء لا يتجزأ من العبادة. علماء الإسلام لما عرفوا العبادة كل عمل يرضى الله عنه فهو عبادة، ولذلك احنا عطلنا جانب مهم للغاية. هذا الجانب حضرتك هو سبب في تأخر أمة الإسلام، الجانب المدني. لعل أستاذنا الكريم يشاركنا الرأي أن ربنا عز وجل هو الذي أنزل القرآن من السماء أنزل كذلك الحديد من السماء، لما ربنا عز وجل بيقول في سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. طب إيه المقارنة بين الحديد وبين القرآن الكريم؟ أقول لك حضرتك أن القرآن الكريم كمنهج لابد لهذا المنهج من قوة تحميه، ولابد لنا أن ننظر ونعود قليلا إلى آيات القرآن الكريم نجد أن ربنا قدم العمل على الجهاد. في سورة المزمل ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، ده العمل. نعم. بعدها وآخرون يجاهدون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. آيات العمل في القرآن الكريم هذه يعتبر في الخطاب الديني على هامش الخطاب الديني، أكثر من 602 آية تتكلم عن العمل في القرآن الكريم. هذا يعتبر عاوزين ننهض بهذا المجتمع، لابد أن نعلم تمام العلم كلمة الشيخ محمد الغزالي لما كان يقارن بين واحد بيصلي قيام الليل وواحد طبيب في العيادة أو شرطي واقف على شرط المرور أو حضرتك جندي في سيناء الآن بيحرس على ثغر من ثغور مصر. يتكلم الشيخ محمد الغزالي بيقول إيه؟ إن القطرات التي تنزل من جبين العامل في معمله
أفضل عند الله من الدموع التي تنزل من عين العابد في محرابه. هذا الفهم الراقي الذي من خلاله نؤطر للخطاب الديني بأن أفضل الناس عند الله أنفعهم للناس. الخطاب الديني خلال الفترة الحقبة الماضية حضرتك كان بيتكلم على ما يسمى بالشق الروحي. نعم. وعندنا العبادات شق روح وشق مدني، وقد جمع الله عز وجل هذين الشقين في سورة هود. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، شق مدني، فاستغفروه ثم توبوا إليه، الشق الروحي. نعم. احنا دلوقتي أغلب الخطباء كان يتكلم عن الشق الروحي فقط. هل رأيت خطيبا يتكلم حضرتك عن قيمة العمل، قيمة النظافة؟ النظافة لما نتكلم عنها في تجديد الخطاب الديني هي جزء لا يتجزأ من عقيدة الوطنية، جزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن سوى بين حضرتك بين القتل وبين الخروج من الديار، سوى بين المحاربة في الدين والمحاربة في الوطن. قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. نعم. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. قيمة الوطنية، قيمة النظافة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. إذن إماطة الأذى والنظافة. نعم. فضلتك ما تثيره لعله أيضا أو جازه دكتور رشدي في سياق تساؤل، إلى أي يعني طريق نحن نحتاج في هذا التوقيت؟ هل طريق أهل الرأي أم أهل الحديث؟ هل نبقى جامدين أم من حقنا أن نقدم رؤية جديدة لما ورثناه من السلف الصالح أو من أسلافنا؟ أعود لحضرتك ولدكتور رشدي نطرح هذا الموضوع بعد الفاصل. نستأذنكم مشاهدينا في فاصل قصير ونعاود النقاش في هذا الموضوع. مجددا والحديث يتواصل حول الخطاب وخطبة الجمعة. هذه المرة الحديث معك دكتور رشدي فيما يتعلق أيضا بسؤال لعله أيضا جوهري في مسألة تجديد الخطاب الديني وبالتالي الخطابة وخطبة الجمعة. أي طرق نحتاج إلى أن نسلكه في شكل الخطبة وشكل الموضوعات التي تطرح؟ هل للخطيب أو للداعية أو للعالم المسلم أن يقدم رؤية جديدة لما بين يديه من قضايا وموضوعات تهم العالم الإسلامي، أم يبقى مرتبطا بما قدم له من أفكار وأطروحات سلفا من أجيال مضت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا منذ أيام في مؤتمر في رحاب جامعة الدول العربية. نعم. وتحدثنا عن الإرهاب وعن مساعدة ضحايا الإرهاب. ما أود التأكيد عليه وما قلته أمام المؤتمرون وكان عدد كبير من الدول العربية وغير العربية، أن الشباب هم بيت القصيد اللي احنا عاوزين نتوجه إليهم هذه الأيام، ولكن الشباب قد هالهم جمود الجامدين كما هالهم تفريط المفرطين، وأطلق شرارة الغضب في كيانهم كله ما رأوه من تهديد لأصول عقيدتهم، وما عاناه جيلهم من أزمة حقيقية في معرفة المعالم الذاتية لعقيدته وثقافته ونظام حياته. وسط طوفان من الحوادث المتلاحقة والتغيرات السريعة التي تصيب وجدان الأمة وعقلها بالدوار، فتجمعوا في جماعات تعلن براءتها من عصرها وإنكارها لواقع الضعف والافتتان بالآخرين. ولو اقتضاها هذا الإنكار أن تهجر المجتمع بأسره وتعتزل أهله ونظمه ومؤسساته إلى عزلة بعيدة ومهجر مؤقت جديد. الخطورة بقى، وقد أخطأ أشد الخطأ من حاول تصوير فكر هذه الجماعات وأسلوب عملها وسلوكها على أنه المعبر الحقيقي والوحيد عن الصحوة الإسلامية. أبدا، دي مش صحوة إسلامية. ليه؟ لأن ظهور هذه الجماعات كان أشبه بفزعة النائم منه بصحوة المستيقظ.
أحسنوا صناعة الهدم ولم يحسنوا صناعة البناء. ضاقت نفوسهم بقليل من صور العوج والفساد، ولكنها لم تتسع لكثير من صور الاستقامة. عرفوا كيف يكونون أعزة على غير المسلمين، ولكنهم لم يعرفوا كيف يكونون أذلة على المؤمنين. كانت النتيجة إيه؟ ملأوا نفوس الناس حرجا وحياتهم عنة، وقدموا للعالم الداعية في إهاب من ضيق الصدر وعبوس الوجه والاشتغال الدائب بتعقب عورات المسلمين والتفنن في الإنكار عليهم وإطفاء أوصاف الكفر والجاهلية والفسق على المجتمع والناس. نعم. والأخطر من ذلك، هي دي القضية اللي أنا بتكلم عنها النهاردة، والأخطر من ذلك إن الجماعات التي تدعي أنها تعلم الإسلام، والأخطر من ذلك أنهم طرحوا في ساحة الفكر والسلوك قضايا هامشية وجانبية. نعم. الحجاب، النقاب، إسبال الزي، كل هذه الأمور هامشية وجانبية اختلت معها رؤية الأولويات في إطار التصور الإسلامي. فإذا بالعامة والخاصة يغرقون إلى أذانهم في حوارات أكثرها عقيم حول شكليات وفرعيات هنا قد تكون من مبادئ الإسلام ولكنها ليست من أصوله. هنا جت النقطة اللي حضرتك متحفظ عليها في فكرة أن وزارة الأوقاف تحدد عناوين رئيسية لعلها تضبط إيقاع ما يثار أو ما يتم تناوله على المنبر، ولكنها تحدث عن فئة تركز على قضايا هامشية وجانبية. احنا عندنا فقه اسمه فقه الأولويات. صحيح. وفقه الموازنات. هذه الأمور بالإضافة إلى بعض الأئمة المتزمتين المتشنجين. نعم. ولذلك نقول أن الصحوة الإسلامية لا يمكن أن يتحملها المتزمتون ولا المتشنجون. نعم. ولا أصحاب الصدور الحرجة ولا العقول المعطلة. إن الصحوة الإسلامية إحساس جماهير ووعي صفوة وثمرة إدراك هادي لعقل الجمود على الموجود. عظيم. وخطر الانخلاع من الأصول. نفس النقطة أثيرها مع فضيلتك فضيلة الشيخ دكتور عادل، ولكن بعد قليل، لأنه معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الشبكة وهو باحث في جامعة الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ أحمد وبالضيوف الكرام. أهلا بك فندم. برأيك موقع خطبة الجمعة في مسألة تجديد الخطابي الخطاب الديني، إلى أي مدى يمكن التعويل على خطبة الجمعة في تقديم لغة جديدة في سياق الدعوة إلى دين الله؟ في البداية أحب أن أرحب بالسادة الضيوف، ثم أذكرهم بقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، والإمام الدعوي من بعده لابد أن يتبع نهج النبي في هذا. فبالتالي لابد لنا من أن نؤهل الإمام والخطيب من أن يكون على البصيرة، بأن يكون معه العلم النافع الذي يقدمه لذلك. نعم. فالموضوع يبتدي من بداية تعليمه في الأزهر. أولا لا بد ألا يرتقي المنبر إلا من كان خريج الأزهر الشريف. ليس فقط كذلك، إنما ممن كانت عندهم القدرة من خريج الأزهر الشريف. طب سمحني في هذا السياق على دكتور رشدي أثار نقطة مهمة، أنه كليات الدعوة. نعم. تأتي للأسف بين قوسين في ذيل الكليات. نعم. بالجامعة. نعم، هي دي المشكلة. في البداية أن كليات الدعوة وكليات أصول الدين تأتي من نسبة 50% فيما فوق إلى 70%. نعم. فبالتالي بيدخل فيها يعني من انحضر مستواهم في الثانوية العامة سيؤثر عليه، إلا من رحم ربي، من أراد هذا المجال وهو من المتفوقين فيجتازه. هو استثناء يثبت القاعدة ولا ينفيها. فبالتالي لابد أن تكون كليات الأزهر أو كليات الشرعية لها قيمتها. دي نقطة البداية الصحيحة في طريق إعداد داعية جيد. دي تكون نقطة الانطلاق من البداية. نعم. حتى بالتالي، فإذا ما وصلنا إلى ذلك سنجد بإذن الله
المنبر قد على قدره ورجع إلى شأنه السابق. عظيم. طب النقطة اللي أنا أثرتها مع حضرتك فكرة إلى أي مدى خطبة الجمعة مؤثرة في مسألة تجديد الخطاب الديني، هل تغول عليها وسائل الإعلام الأخرى من صحافة وتلفزيون وإذاعة وتحديدا التلفزيون، هذا بالإضافة على تطور الرهيب في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الإنترنت ما شابه، هل تغول عليها كل هذه الوسائل وأصبحت هي في مرحلة متأخرة في سياق تأثيرها في جموع الناس، أم تبقى لها خصوصية في نفوس المسلمين وفي نفوس المجتمع؟ هو مهما تغول عليها من تأثيرات في الإعلام أو غيره، تبقى خطبة الجمعة هي خطبة الجمعة، هي الشحنة الإيمانية التي تؤثر على المؤمن طيلة الأسبوع، فبالتالي مهما أثر عليها فهي لها رونقها الذي يؤثر على الإنسان خاصة المسلمين. فبالتالي لابد من تجديد الخطاب الديني تجديد جدوي، من تأهيل الخطيب أو الإمام من البداية كما قلنا، حتى يتسنى له أن يقنع الأذهان بما يريد أن يقول، وأن يتواكب مع عصره. أشكرك شكرا جزيلا، خاصة مع ما يتغول ضده من إعلام وغيره. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد الشبكة الباحث في جامعة الأزهر الشريف. معذرة أنا فضلت للشيخ عادل، لأنه كلما يعني توجهت إليك تأتي المداخلات تبعا. أريد برضو أنا أسمع رأي حضرتك في هذا السياق بشكل محدد، إلى أي مدى يعني مسموح للخطيب أو الداعية أو من يعتلي المنبر أن يقدم رؤيته أو رؤية جديدة لعلها تكون مخالفة أو مغيرة لما يتم أو لما تم الاستقرار عليه تجاه بعض القضايا المعينة التي تواجهها الأمة؟ هل هو حر في أن يقدم رؤية جديدة كيفما شاء طالما هو ملتزم بضوابط وأسس تم الاتفاق عليها مسبقا، أم أن المسألة تخضع لمستوى أعلى فيما يتعلق في سياق الدعوة أو في سياق التعاطي مع مشكلاتنا؟ نعم، هو حضرتك ليه تعليق بس بعد إذن سيادتك مع أستاذنا كذلك الأمر والأخ في المداخلة. موضوع الاعتناء بالداعية طبعا، إذا كان المجتمع يعتني بالطبيب وهو يعتبر الطبيب يعتني اعتناء بأجسام الناس، فإن الداعية هو الذي يعتني بعقول الناس. طب في السياق ده أنا كنت يعني حضرتك بنروح وبنيجي لمسألة دعم الداعية، هو المرتب الشهري كام فعلا؟ حوالي 2000 جنيه؟ هو يعني يتراوح بين 1500 و2000 جنيه كمان. نعم، ده بيضطر فعلا ان هو يعني يشتغل شغلانة تانية. هو بعض حضرتك الشباب زميلنا بيعمل في مقهى حضرتك، والبعض الاخر وهو خطيب وداعية وامام وخطيب، لا اله الا الله، وخريج باله دلوقتي 12 سنة. والبعض الاخر بيعمل حارس في بعض العمارات. والبعض الاخر يعمل اي هاي دول موجودون بالفعل في نعم بالفعل حضرتك. طب النماذج دي معبرة يعني، يكون حضرتك بتؤكد لنا المعلومة دي واصدقاء حضرتك ومعارف وكل هذه. وطبعا احنا مع احترامنا لكل المهن، تكلم استاذنا في بعضهم سواء توك توك والبعض لا، ما انا هنا بس لازم اكد احنا بنحترم كل المهن وكل الاعمال، لكن احنا استغربنا او يعني رفضنا لفكره ان هو يعني الى جانب الدعوه المفروض يتفرغ ليها، المفروض يعني يفرغ نفسه لتجديد ادواته للبحث للتقصي للبحث عن مشاكل خاصه وان هناك مشكله خطير. نعم، وهي أنني كخريج شريعة وقانون بأدرس علم أصول الفقه باستفاضة والمذاهب الأربعة باستفاضة، وكلية أصول الدين يدرس العقيدة والفلسفة باستفاضة، فكيف للإمام عندنا الآن طبيب بطنة، طبيب بطنة كبد، طبيب بطنة كبد أطفال، توصل أن حضرتك تخصصه بحاجة لمزيد من التحصيل والقراءة، هذا معرض أن يأتي له من يسأله عن التفسير، لا هو في ملمح يسأله عن الحديث. هو في ملمح تاني لعله برضو مهم جدا احنا نلتفت اليه، فكرة يعني قدسية، بلاش قدسية يعني مهابة وقيمة الداعية، انه من الممكن انه طالما هو هينزل ويعمل في مجالات مختلفة انه مهابته او قيمته الناس تنال منه بشكل او باخر، لانه يبقى الإشارة. نعم، المفروض ان يبقى داعية في مكانه عاليه ورفيعه بعيد عن اي شكل من اشكال التطول عليه او ما اقصده متهم. ما اقصده نعم، ان عندما اوفر
للإمام الإمكانات، فإنني هو في احتياج إلى أنه تخصص لابد وأن يقرأ كثيرا في التفسير عظيم، وأن يقرأ كثيرا في الحديث، وأن يقرأ كثيرا في الفقه، وأين له من علم أصول الفقه حتى يجدد الفتوى بتجدد الشخص والزمان والمكان. عظيم، وده اللي أنا طرحته معك يا شيخ عادل، لكن أنا مضطر أن أنا أخرج لفاصل، وبعد الفاصل هترك المساحة كاملة لفضيلتك أن أنت تتحدث في هذا الموضوع، وأيضا التأكيد على فكرة الدعم المادي مجددا. يعني إحنا يمكن في سياق حديثنا كلما انتهينا من الموضوع ده نجده بيطرح نفسه من جديد على فكرة دعم الداعية أو الحصول على داعية موفق أو مؤهل لأن يقوم بدوره. فاصل مشاهدينا الكرام، ويعني نتواصل معكم في الجزء الأخير في حلقة الليلة والحديث عن الخطابة وخطبة الجمعة، وأيضا التأكيد على أهمية دعم الداعية أو الخطيب. بكم إلى الجزء الأخير في حلقة الليلة، استغلالا لكل دقيقة متبقية نتجه مباشرة إلى فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي. حديث حضرتك قبل الفاصل فيما أثرته مع حضرتك، إلى أي مدى يسمح للخطيب والدعية بأن يقدم رؤية جديدة لما هو يعني مستقر لأزمنة عدة تجاه بعض القضايا؟ وحضرتك أثرت مسألة مرة أخرى ضرورة دعم الداعية، لأنه معظمهم أو كثير ممن تعرفهم من الدعاة يعملون في مهن ويعني بعض الحرف ربما لا تليق بمنزلته كداعية، مع كامل احترامنا لكل المهن وتشغلهم عن التجديد كذلك الأمر. نعم تفضل فندم. نعم، هو بالفعل حضرتك السؤال اللي حضرتك طرحته، إلى أي مدى يستطيع الداعية أو يقدم رؤية سواء كان على المنبر أو سواء كان على أرض الواقع، سواء كان من أي في أي جهة أو أي مؤسسة. نعم. حضرتك موضوع تقديم الداعية يعتمد اعتمادا كليا على ثقافة الداعية الواقعية، فإن لم يكن للداعية ثقافة واقعية فلن يستطيع الداعية أن يتقدم قدما للأمام. هذا ما نعرفه أو ما يسمى بالتخصص في شريعة الإسلام. أستاذنا الدكتور ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في مبدأ التخصص، على الداعية أن يعني يكون ملما بكل هذه التخصصات. علم أصول الفقه ما يعرف بفقه المقاصد، فقه المآلات، فقه الأولويات، فقه الموازنات، وهذا ما يسمى بالرؤية التي تحدث عنها حضرتك. سبب الخلل والإشكالية التي وقع فيها التيار الإسلامي الذي يسمى بالإسلامي هو غياب هذه الرؤية، غياب ما يسمى فقه الموازنات، من نظر في العواقب نجا، فقه المآلات، فقه المقاصد. النبي عليه الصلاة والسلام كان باستطاعته أن يهدم الكعبة، وقال لعائشة: لولا أن أهلك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم. يريد أن يضم حجر إسماعيل. نعم. لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. لم يفعل، خشي النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة عارمة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلطف الناس ولم يهدم الكعبة. هذا ما يسمى بفقه المقاصد والمآلات. لو أن النبي فعل ذلك لآل الأمر إلى أسوأ، وهذا هذه الرؤية التي يتبناها الداعية. علم التخصص الذي نتحدث عنه، علم التخصص ضارب بجذوره في الإسلام في سورة النمل. الهدهد لما تكلم عن شيء مهم للغاية وهو تخصصه. كلمة خبأ لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. لماذا الخبأ ذكره أو ذكر على لسان الهدهد؟ لأن الهدهد لا يتكلم إلا في تخصصه واحترم هذا التخصص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين تخصص الصحابة قال: أعلمكم بالفرائض سيدنا زيد بن ثابت، أفرضكم زيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين توفي عنهم كانوا حوالي 144,000 كما ذكر إمام الذهبي، أو 120,000 صحابي. لم يعرف من الفتية في عهد الصحابة إلا 4 أو 6 أو 10 فقط. نعم. وهذا ما يسمى بعلم التخصص الذي أشار إليه. التخصص هذه تخصص غير موجود حاليا.
نعم. وبالتالي هأطرح حضرتك برضو سؤال من سياق حديث حضرتك، ترى منصب الداعية مستباح أو منصب أو مكانة أو وظيفة أو مهنة الداعية مستباحة؟ مستباحة حضرتك، كل من هب ودب يتكلم في الدين. نعم. وهذا خطر عظيم وسبب تأخر الأمة الإسلامية غياب ما يسمى بالتخصص. إذا كان حضرتك العلماء القدامى كان عندهم الأصولي والفقيه زي الصيدلي والطبيب، ما يسمى بالأصولي. بس هنا سامحني بس أنا بلحقك بالأسئلة لأن الوقت تقريبا يمضي سريعا. يعني حد هنا ممكن يقول لحضرتك أنه ما هو الدين الإسلامي دين ما فيهوش رهبانية، ما فيهوش واسطة بين العبد وربه، فكل واحد يعني حر في أنه يتعاطى مع أمور لا الدين حضرت أو يقدم رؤيته للدين. يعني في آليات معينة وفي أطر معينة ينبغي على الإنسان، في نظام معين لا ينبغي على الإنسان أن يتسلق، زي الطب. لما تكلم الشيخ سيد سابق عن موضوع الطب حضرتك، قال من تطبب ولم يعلم منه فأفسد على الناس أجسامهم سجن، ومن أفتى بغير علم وأضاع على الناس دينهم يسجن أيضا. نعم. وعلى هذا الأمر لابد أن نقارب بين أجساد الناس، هل أجساد الناس أغلى من عقول الناس؟ نعم. لما يخرج بعض الناس ويفسد على الناس العقول ويفسد على الناس دينهم. نعم. فلابد أن نعود إلى هذه الأطر مرة أخرى. بضع كلمات ننهي بها هذا الحديث. بضع كلمات. لا أتمنى أن يكون هذا البرنامج مثل برنامج التوكشو، يأتي الضيوف يتحدثون وينصرف الأمر. أود أن تستضيف وكيل أول وزارة الأوقاف للتعقيب على ما قلناه، وأن يعرض على الناس جميعا خطة الوزارة في النهوض بالأئمة. عظيم. ومتى وأين، وأن يكون الكلام مسموعا للجميع. لابد وأن تأتي بأساتذة الإعلام، ولابد وأن تأتي بأساتذة علم النفس، وتستشرف وتطلب منهم التوصيات حتى تستطيع أن تخرج كمذيع وهذه القناة بمجموعة من التوصيات. عظيم. يمكن يعني هي فكرة حضرتك برضو تصديرها إلى الجهات في محلها، يمكن النظر فيها إن شاء الله. فكرة أن احنا نبني على ما أثير في هذه الحلقة، لكن احنا سعدنا بكل ما قدمتموه من أراء في هذا السياق، ونتمنى إلى جانب ما أشار إليه دكتور رشدي أنه من يهمه الأمر إذا كان يستمع إلينا أو يتابعنا لعله ينتبه إلى بعض ما أثرتموه في سياق تجديد الخطاب الديني بشكل عام، والخطابة أيضا بشكل عام، وخطبة الجمعة، والاهتمام بالخطيب بشكل خاص. أشكركم شكرا جزيلا أستاذ دكتور رشدي شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة حلوان. شكرا جزيلا لحضرتك. خالص شكر لك فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي إمام مسجد النور بالعباسية. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم، وإن شاء الله غدا نتجدد اللقاء وحلقة جديدة معكم مع الناس.